مرحبا بكم، هنا مونيا الطيف عضو لها الفرعية الانتخابات بسوسة. دونك اليوم منظمين لقاء إعلامي مع ممثلي القائمات والأحزاب، معنا القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المترشحين، وبحضور ممثلين على المجتمع المدني باش نفسروا لهم شوية شنية قواعد إجراءات الحملة، شنية القواعد نتاع الخاصة بتمويل الحملة، شنية الضوابط، شنية حقوق القائمة، شنية يعني الحملة المقبولة والدعاية المقبولة، شنية الدعاية الممنوعة. معناها نحاولوا نفسروا لهم بطريقة هكا مبسطة، نجاوبوا على استفساراتهم باش أمام نتجنبوا أكثر ما يمكن أنهم يرتكبوا مخالفات انتخابية، وبالطبيعة مخالفات انتخابية تنجم تأثر على معناها نتائج القائمات. مراد البحري رئيس قائمة أحرار سوسة. اليوم نحضر هالاجتماع الإعلامي اللي تقوم به مشكورة الهيئة الجهوية للانتخابات. دونك كان من المفروض باش الاجتماع هذا يكون قبل الوقت هذا، ولكن باعتبار انه أعطونا البارح التأشيرة النهائية متاع القائمة كان طبيعي انه عندنا تساؤلات كبيرة وعديدة تخمرنا في خصوص الحملة الانتخابية او في التمويل متاع الحملة هذه. الاجتماع وفى بوعوده نوعا ما، وفى بوعوده باعتبار انه فما تساؤلات وقع الإجابة عليها ونالت زعما الرضا نتاعنا، بينما أسئلة قاعدة غير واضحة، وخاصة فيما الدعوة الانتخابية اللي وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك اللي هي ماهيش مقنة وقاعدة مسموح بها. دونك اليوم نحضروا في هالموكب السعيد، إن شاء الله حظ وافر للناس الكل، إن شاء الله الحملة الانتخابية ميشوبة حتى شايبة وتتعدى في جو كنف ديمقراطي، إن شاء الله التجربة الأولى هذه متاع انتخابات بلدية تعطي أكلها وتأسس إلى ديمقراطية تشاركية نحبوها في هالبلاد هذه. مطار السيد رئيس قائمة الطموح لبلدية سيدي بوعلي 2018، اليوم كنا في موعد مع يوم تكوين يحاول تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات البلدية، واخذينا دليل القائمة المترشحة، حكونا اليوم على كيفية معناتها عملية الانتخاب وعملية التمويل وكذلك عملية فتح الحساب البنكي. يقولون أنه بكونه ثم استمارة يتم استخراجها من موقع ليزي، كذلك حكينا شوية على الملاحظين متابعين القائمة المترشحة، حكونا زادة حول تكافؤ الفرص في الإعلام، اتصال متاعنا بالإعلام، يقولون بكونه ليزي عندها تنسيق مع زوز هيئات أخرى اللي هي الهيكا
وكذلك دائرة المحاسبات في خصوص التمويل المالي. حكونا كذلك على الرقم الأخضر اللي هو 1840 لقبول الشكايات وخلال الحملة، وكذلك أعطونا المعلقات معناتها أماكن المعلقات في معناتها مخصصتها لزي بالطبيعة، وبالتنسيق مع البلديات والاتصال ديما يكون مع لزي. هذوما أغلب الملاحظات اللي أعطوهن اليوم. محمد جلال تفيفحة رئيس قائمة مستقلة اسمها عز البلاد البلدية سوسة. فيما يخص الاجتماع هذاي مازال ما أقنعش، لا محالة، هو عنده ساعة ونص من البداية، ولكن المعلومات اللي قالوها الكل نعرفوها، ما أضافوا حتى شيء لحد الآن. منا يوفى ساعة أخرى ولا ساعتين أخرين نشوفوا يقنعوناش. والتمويل أعطاهونا مكتوب للجزئيات مش موجودة، ويعني ما أقنعش باختصار. المعلومات كل نعرفوها موجودة امبريمي، كانوا ينجموا يفرقوها لنا كتب وكهو الواه الاجتماع هذاي والقوقلة والواحد وكذا، وما زالوا ما أجابوش على الأسئلة الكل اللي طرقولها للخيان المترشحين في القائمات، منهم مثلا الحبر ما حسموش في الموضوع وما قالوش لحد الآن وما أجابوش. فما بعض حاضرين في الأعضاء في القائمات سألوا على الحبر الانتخابي ينضرب شي يتم اعتماده ولا، لحد الآن ما جاوبوش، ما نعرفوش علاش. وكيف يتنحى الحبر الانتخابي تقع عرضة ينجم ينقولوا ونقولوها للتزوير، لماذا اعتمدوه سابقا وتوا ألغاوه لزي؟